السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط. موعدنا اليوم بدرس جديد بعنوان التنوع الاقتصادي. أهداف التنوع الاقتصادي: رقم واحد، تعزيز النمو الاقتصادي، تشجيع الاستثمار سواء كان هذا الاستثمار داخلي أو خارج البلاد، توفير فرص عمل، زيادة الإمكانات الإنتاجية. الجهود الوطنية لتنويع الاقتصاد: أقر مجلس الوزراء استراتيجية الدولة لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2030، والتي أشرف عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. من أبرز تلك الجهود والإنجازات إعادة هيكلة القطاع الحكومي، وأدمج عدد من الوزارات لتحقيق مزيد من الكفاءة وتنظيم الاختصاص، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى جوانب تطوير القطاع الحكومي. تم إنشاء عدد من الهيئات لخدمة الاقتصاد الوطني، مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة، وهيئة المشتريات الحكومية والمحلية. رقم 2، تطوير الأنظمة: تعد الأنظمة عاملاً مهماً في النشاط الاقتصادي لتحقيق التحفيز والضبط والشفافية، ولذا أصدرت الحكومة عدد من الأنظمة التي تخدم المجالات الاقتصادية، ومنها نظام مكافحة غسيل الأموال، ونظام الإقامة المميزة، ونظام صندوق الاستثمارات العامة، ونظام ضريبة القيمة المضافة. رقم 3، تنمية الاستثمار: من البرامج الحكومية التي بدأت لتنويع الاقتصاد الوطني برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أكبر صندوق سيادي عالمي، وزيادة الهيئة العامة للاستثمار، تحفيز مجالات الاستثمار الأجنبي داخل الوطن. رابعاً، التخصيص: والتخصيص حددت حكومة وطني المملكة العربية السعودية عدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، مثل الطاقة والمياه وبعض الخدمات البلدية والتعليمية، لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. خامساً، التنمية البشرية: لأن القوى العاملة السعودية أساس مهم في الاقتصاد المحلي، تضمنت برامج رؤية 2030 برنامجًا خاصًا بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العمل لدى الموظف الحكومي، وزيادة معدلات التدريب، وتحسين مخرجات التعليم. سادسًا، المشروعات: أقرت حكومة وطني المملكة العربية السعودية عددًا من المشروعات الاقتصادية في أنحاء الوطن لتوفير بيئة سياسية وسياحية وترفيهية وفرص عمل للمواطنين وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي. ومن أهم هذه المشروعات مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع مدينة جازان للصناعات. شكرا لحسن استماعكم.